يا كريم يا كريم يا كريم يا إنها شارة النصر، إنها شارة الصمود. نحن حماة وبناة هذه الأمة، فنحن المثال في التربية والأخلاق والتعليم. بما أننا أول من يعلم للأذان الصماء التي هذه المسيرة تنظم في سياق احتجاجات شغيلة تعليمية على هذا النظام الأساسي الجديد الذي لا يستجيب لانتظاراتنا كشغيلة تعليمية. نحن نريد يعني النظام الأساسي يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكافة هيئاتها وكافة فئاتها. هناك ملفات متراكمة وهذا النظام الأساسي الجديد لا يستجيب بتاتا لهذه الملفات ولا يحلها، يعني ولا يقدم حلولا واقعية يوم المسالها. سنعيش ضمن هذا النظام الأساسي الجديد، سنعيش مآسي جديدة تنضاف للمآسي التي خلفها نظام 85 ولنظام 2003، ونحن هنا لكي نعبر عن رفضنا القاطع لهذا النظام الأساسي. كذلك أيضا نحن هنا من أجل التنديد بمظاهر القمع التي تعرض لها عدد من الأساتذة سواء هنا في المحمدية أو في بقية المديريات الأخرى كالعيون كتوريرت وغيرها من كالصخيرات كتمارة وغيرها من المديريات. نحن هنا لأجل يعني إسماع صوتنا ولكي نرسل رسالة للمسؤولين بأننا كتلة واحدة متحدة لأجل المطالبة بكافة الحقوق. وحنا ما خرجناش فقط اقتطاعات وزيادة في الأجور، خرجنا ضد هذاك الإهانة اللي دار سواء وزير يعني الناطق الرسمي بيتاس اللي كان معلم في الاصل وتنكر الاصل ديالو، او اللي دارها وهبي اللي يسقط سقطات اخلاقيه بشكل مستمر، وكان هذه الحكومه فيهاش ناس واعيين اللي ممكن انهم يقولوا لهذا السيد غير سكت، على الاقل ما تاججش الوضع، غير سكت وديها في سوق راسك ودخل بحالك. حنا دابا حولنا الخطاب الى خطاب للدارجه، ربما يفهموا لان ما كيفهموش الخطاب يعني باللغه العربيه لانهم قراوا بالفرنسيه في البعثات بطبيعه الحال وعندهم جنسيه دوبل ناسيوناليتي. حنا عندنا ناسيوناليتي وحده، حنا الجنسيه ديالنا هي المغرب، قرينا داخل المغرب، كنفهموا لغه وحده، كنفهموا الامازيغيه والدارجه والعربيه، اما الا قريتي فرنسيه وثقافتك فرنسيه ومستوى التحليل ديالك فرنسي راه ما غاديش تفهمنا، ما غاتفهمش ولا الشعب اللي كاينين في برارك واللي باقي لحد الان كيعاني ولا ميزان. للاسف انه ملي كيكون الاقتطاع شنو غادي تواكب؟ انت تم الاقتطاع ديالك ب 4000 5000 درهم هو الصالير، استاذ عنده صالير ديال 4000 5000 وتم الاقتطاع ديالو بهذا الصالير كامل، كيفاش غيديبلاصا هذا الاستاذ للمدرسه؟ واش هاد الناس اكيد لان احنا خارجين هنا لان التلميذ متضرر، كان ممكن نجلسوا في ديورنا ونبقاو مرتاحين ونكتبوا في الفيسبوك والواتساب ونكتبوا في شبكات التواصل الاجتماعي. حنا خارجين تحت الشمس، الا كان غادي يردوا لنا اقتطاعات اللي سرقوها راه غادي نديروا لا ريكوبيراسيون بيان سور لان هذوك ولادنا، ولكن الا استمر الامر بهذا الشكل ما يمكنش انت يكتم الاقتطاع ديالك لان تخاد لك الرزق ديالك ما تخلصش فيه وغادي تعاود دير مره اخرى لان غادي دير دوبل ايفور لان غادي نخدموا في عطل ونخدموا في اوقات اخرى. هاد الناس ما كيفكروش بهذا المنطق نهائيا، لان احنا سنوات طويله وحنا كنفكروا في المنطق اننا نعوضوا، كنفكروا في المنطق اننا نزيدوا الساعات، وديك الساعات اللي كنا كنزيدوها تضامنيه من قلبنا من عندنا تحولت في النظام الجديد النظام الاساسي الى الزاميه. غنوليو نخدموا بحال بين قوسين العطاشه رغم ان العطاش انسان حر وانسان شريف في هذا الوطن. هاد الناس بغاو يرجعوا للاسكلافاج. اذا هنا نسجل بكل الم ان النقابات مره اخرى كتخون الشغيله التعليميه وانها خدات الملايير باش ما تحاسبش على داك
داكشي اللي غادي نورمالمون خصها تحاسب عليه ولا واخدين التفرغ. اليوم نسجل مره اخرى اننا هذه بدايه، ما حد ما كيقتطعوا، حنا غننزلوا للميدان وغنشوفوا شكون اللي غادي يعيا، واش حنا ولا هما. حنا المطلب ديالنا اخلاقي واجتماعي ماشي سياسي، ولكن هما الاهداف ديالهم سياسيه ما كتهمناش، وغادي يسقطوا لان السقوط الاخلاقي سبق السقوط. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.